مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقة الاستثمار الزراعي من أهم القطاعات اللي لقت اهتمام كبير من القيادة السياسية والدولة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم منذ 6 سنوات أو أكثر. والاستثمار الزراعي أثبت فعاليته بصورة كبيرة خلال جائحة كورونا أو الأزمة اللي احنا كلنا بنعيشها، وتسببت في كوارث وخسائر كبيرة للكثير من القطاعات الأخرى زي قطاع الصناعة زي قطاع التجارة في مختلف القطاعات. الحقيقة النهاردة احنا معانا مشروع مهم جدا وهو مشروع المليون ونصف مليون فدان، هنتكلم فيه وعن تطوراته وإيه اللي بيحصل وإيه الجديد فيه ووصلنا لإيه. وقبل ما نبدأ معانا مجموعة من الأخبار المهمة جدا، والأخبار دي فيها الكثير من النجاحات المصرية اللي حققها شباب مصريين ومسؤولين مصريين ونماذج مصرية لابد من أن نشير إليها. الحقيقة أول هذه الأخبار وهو خبر يتعلق بإنتاج دواجن أورجانيك عضوية 100%. يعني دواجن عضوية 100%، دايما بنسمع ان في زراعات عضوية 100%، ودايما بنسمع ان في يعني خضر اورجانيك فاكهة اورجانيك، لكن هل حد فينا سمع ان في فراخ اورجانيك؟ لا. احنا معنا الدكتور محمد فتحي سالم، اعلن وهو وزير زراعة الغلابة وهو استاذ الزراعة الحيوية بجامعة المنوفية، اعلن انه تم انتاج دواجن عضوية أورجانيك 100% خالية من المضادات الحيوية اللي بيتم استخدامها بصورة كبيرة جدا في الدواجن، يعني بيكون صعب ان احنا يتم التخلص منها من الدواجن، وبتفضل في جسم الدواجن خلال فترات طويلة ممكن توصل للإنسان وممكن تسبب أضرار كبيرة للإنسان. ياريت معانا احنا دكتور محمد فتحي سالم، أستاذ زراعة الحيوية بجامعة المنوفية ورئيس مجلس إدارة شركة رويال جرين تكنولوجي. دكتور محمد، دكتور محمد، ألو. يا دكتور ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا شعبان، ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك. زي ما قلت من شوية يا دكتور، دايما احنا بنسمع ان في خضر أورجانيك في فاكهة أورجانيك، لكن أول مرة نسمع ان في دواجن عضوية أورجانيك 100%. يعني إنتاج دواجن عضوية أورجانيك 100%، وتقييمك لهذه التجربة، وباعتبار أن حضرتك أصلا المشرف على هذه التجربة بالمنتجات اللي تم استخدامها والتخلي عن المضادات الحيوية، عاوز حضرتك تحكي لنا عن التجربة دي وفراخ أو دواجن عضوية أورجانيك 100%. أنا بحقيقة كعبان بيه وفريد إعداد على برنامج القيم ده، وبشكر ضيوف البرنامج عندك. انا بس كوني مش شايف التلفزيون قوي، فبشكرهم مقدما يعني، وبشكرك على طرح الموضوع. احنا هنا في صناعه الدواجن يا شعبان لازم اقول لك بعض المعطيات في صناعه الدواجن، ودي كان المكه دينا في الدواجن الاورجانيك. صناعه الدواجن في مصر عندنا 3 ارقام يلاقوا اي صانع قرار. احنا في مصر عندنا دوره تسمين 2 مليار فرخه سنويه. بيستهلكوا يا استاذ شعبان 600,000 طن اعلاف مستورده. اما اقول لحضرتك اعلاف مستورده 18 بند كلهم مستوردين من بره، من اول فول الصويا بذره الصفراء بالمكسات باحماض امينيه بمضادات حيويه بمضادات اكسيد، كل صناعه دواجن مستورده، حتى الكتكوت نفسه مستورد يا شعبان بيه. تمام؟ ايه الفكره اللي احنا عملناها هنا؟ كان مجموعه نقوم اساتذه الجامعات وشركه رويال جرين تكنولوجي، قلنا لازم يكون عندنا اصحاب مبادره ان الفراخ اللي احنا بناكلها دي هل دي صحه وامن على صحه الانسان المصري؟ لا مش امان. فكانت من هنا المبادره، زي ما عملنا ولنا نجاحات كبيره في الزراعه الاورجانيك، اقتحمنا عالم الدواجن وقلنا ننتج دواجن اورجانيك، فدي كانت دي ثاني دوره لينا على لارج سكيل ان احنا ننتج دواجن. بقى لنا 3 سنين، خد بالك يا شعبان، 3 سنين بحث وتطوير عشان نوصل ازاي مصر يبقى فيها فراخ اورجانيك باعلى معامل تحويل. طب ايه الفرق يا دكتور، ايه الفرق بين الفراخ الاورجانيك والفراخ العاديه اللي بتنتج؟ فراخ
خاليه يا استاذ عباد من كل المضادات الحيويه في دوره حياتها، خاليه من كل مضادات السموم، خاليه من كل التحصينات، يعني ممنوع حصر الفراخ دي كبايو سكيورتي. فعملنا حاجه في مناعه الدواجن عكس ما الناس بتعمل، احنا بنعمل تحصينات حيه للدواجن. لا احنا رفعنا الجهاز المناعي للطائر بحيث يقدر يقاوم مرض الاي بي، مرض الاي بي، مرض نيوكاسل، مرض الجمبورو، كل الامراض الفيروسيه، كل امراض الجهاز التنفسي الطائر ممكن يقاومها ويتغلب عليها لو كان عنده جهاز مناعه قوي. ما ينفعش يا استاذ عباد، احنا النهارده في مصر في ال 21 اوروبا لغت في قاموسها من 2003 كل المضادات الحيويه في ميه الشرب، كل المضادات الحيويه في الاعلاف من 2003، بقى 17 سنه. ومصر النهارده لسه بنضيف. ايه خطوره المضادات الحيويه يا دكتور؟ انا هقول لك على ثلاث مشاكل كبيره جدا لخطوره المضادات الحيويه في اعلاف الدواجن. اول حاجه اللي بقى يتكون جوه جسم الانسان حاجه اسمها مناعه مكتسبه مضادات حيويه، بمعنى فيروس كورونا غادي ده الشعبان. اما يجي نقول هناخد مضادات حيويه اسمه ازيثروميسين، جسم الانسان المصري مقاوم له انه بيخد نفس المجموعه الفعاله دي في لحم الدواجن اكوموديشن متراكم. اما اقول لحضرتك بعض المضادات الحيويه تاثيرها الحراري عشان تتكسر عايزه 308 درجه مئويه. فمهما نغلي الفراخ مهما نشويها جسم الانسان بياكلها. فمعدل اكوموديشن معدل تراكمها في جسم الانسان المصري عاليه جدا، بدليل ان احنا مش عارفين نصدر فراخنا من الخليج. كل الفراخ المجمده والمباراه يا استاذ شعبان انا ما اعرفش نصدرها السعوديه، ما اعرفش نصدرها الامارات، ما اعرفش نوديها الاردن، ما نعرفش نوديها السودان حتى. في نقطة يا دكتور كمان بالنسبة للإنتاج، يعني حجم الإنتاج وحجم وزن الفرخة الأورجانيك مقارنة بالفرخة. أنا بدعوكم فريق الإعداد، أنتوا فريق الإعداد المحترم معاك أستاذ محمد العياري والمجموعة عندك، أنتوا تشرفونا في إحدى مزارعنا التجريبية، هتشوفوا وزعنا مزارع ناكل من 10,000 طائر، ال 10,000 طائر دول بعد ما كان الفرخ بياكل من 3 الكتكوت بياكل من 3.5 ل 3.6 كيلو علف، الكتكوت بياكل 2.8 كيلو علف. وفرنا على الاقل 400 جرام ل 500 جرام لكل كتكوت، ودي في ال 10,000 يعني اراوند 5 طن يا شعبان، يعني النهارده بسعر حوالي 40,000 جنيه وفرناهم في دوره الحياه من اول يوم. وعاملين معامل تحويل يصل ل 98%. حجم انتشار التجربه دي يا دكتور، حجم الانتشار بتاعها ايه؟ حجم الانتشار دلوقتي كل المنتجين لصناعه الدواجن مقبلين عليها وقاعدين بيطبقوها. لما نجحت قالوا لبعض الناس هو ينقصها الوعي وينقصها اقتحام الناس العلميين لمشاكل المجتمع. انا بشوف المربين بتوع الدواجن مرحبين بيها جدا، وعندنا يعني انا واحد من الناس اللي مش مانع الناس عندي من زيارات المزارع، وده ضد ناموس المزارع بتاعت الدواجن. المزارع الدواجن ممنوعه من الزياره القبائل السكيورتي، احنا فاتحين اوبن فيلد الناس تيجي تشوف. يعني كان عندنا زياره امبارح واول من حوالي بتاعي 12 مسافر بتاع الدواجن. انا احنا ان شاء الله يا فندم البرنامج من سازر على المليون هيزور ويشوف التجربه وينقل التجربه. ومعانا بكره من اساتذه الدواجن المحترمين في مصر بحيث ماشيين باسلوب علمي. وان شاء الله يا فندم نشوف التجربه دي ونعرضها بصوره مباشره. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه بجامعه المنوفيه، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك. كمان في خبر ثاني مهم وهو حديث الساعه في مصر دلوقتي، وهو أزمة سد النهضة الإثيوبي. الحقيقة خلال 9 سنين كان في مفاوضات يعني شرسة بين الأطراف الثلاثة، مصر وأثيوبيا والسودان، فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي. رغم مرور 9 سنوات أو 10 سنوات لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، رغم كل الجولات المفاوضات اللي تم تنظيمها بين الدول الثلاث. آخر هذه الجولات كانت من حوالي شهر، وجميعها فشل في التوصل إلى اتفاق في نقاط خلاف قانونية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. ووزارة الخارجية المصرية أكدت مرة واثنين، ووزارة الري أكدوا أن هناك تعنت أثيوبي في ملء وتشغيل سد النهضة، وخاصة بعد إعلان أثيوبيا أنها هتملأ السد خلال شهر يوليو المقبل، وده رفضوا مصر والسودان وخدوا إجراءات تصاعدية بأنهم أرسلوا خطابات إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بأن يتم مناقشة هذا الملف لمواجهة
اي اجراء احادي من اثيوبيا. احنا معانا الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعيه بكليه الدراسات الافريقيه بجامعه القاهره. دكتور عباس، في مشكله في الاتصال تقريبا. نتمنى من مجلس الامن بكره ان شاء الله يتم اخذ قرار ملزم لاثيوبيا بعدم ملء سد النهضه دون الاتفاق بين الدول الثلاث، وان شاء الله باذن الله يكون في حل مرضي لكل الاطراف دون اي صراعات وعدم اتباع اي لجان الكترونيه او اي دول مستفيده من ان احنا ندخل في حرب او ان احنا نتكلم في حرب. ونتمنى ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه يكون في حل لهذه الازمه. مشاهدينا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هيكون معنا الأستاذ عادل زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة أفرولاند لإدارة المشروعات، ورئيس جمعية مزارعي المليون ونص مليون فدان. هيكون في حوار إن شاء الله مهم جدا عن مشروع المليون ونص مليون فدان وتفاصيل كتير عن الاستثمار الزراعي، هنشوفها إن شاء الله بعد الفاصل. عشان ابنك وابني. أفرولاند، إدارة، تسويق، تنمية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع الملون. زي ما قلت قبل الهواء هنتكلم في حاجه مهمه جدا، وهو مشروع المليون ونصف المليون فدان. في ظل الفيروس والازمات اللي بتمر بها كافه القطاعات في الدوله خلال الفتره الماضيه، كان في قطاع مهم ومشروع مهم ما زال العمل فيه مستمر، وهو مشروع المليون ونصف المليون فدان. الحقيقة شباب المتفقين في المغرى وفي غرب المنيا مستمرين في الحر وفي الشمس وفي ظل الفيروس وظل نقص الإمكانيات في هذه الأماكن وشغالين. احنا دلوقتي معنا أستاذ عادل زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة أفرولاند لإدارة المشروعات ورئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان. أهلا بحضرتك باشمهندس. أهلا بحضرتك أستاذ عادل. أهلا بيك. احنا يعني عاوزين نستغل وجود حضرتك معانا وخبره حضرتك في مشروع المليون ونص مليون فدان والاستثمار في الصحراء، ولحضرتك تجارب كتير في سواء في المغرى او غرب المنيا، وشغل كتير مشرف جدا خاصه في النخيل. عاوزين نعرف في البدايه ايه تطورات مشروع المليون ونص مليون فدان خلال الفتره الاخيره، احنا وصلنا لفين في هذا المشروع؟ بص حضرتك، هو الـ 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 يعني احد الانجازات الحقيقيه اللي ما حدش يقدر يتكلم فيها في خلال الست سنين للسيد الرئيس ورؤيه السيد الرئيس، هو مشروع المليون ونصف المليون ونصف ونصف فدان. فده احد انجازات السيد الرئيس في الست سنوات. الانجازات كتير جدا،
يعني اكيد في ناس احسن مننا تتكلم فيها، لكن احنا بنتكلم على القطاع اللي يخصنا. اللي يخصنا احنا الطرق اللي اتعملت للوصول او لتسهيل الوصول وتحفيز الناس على التنميه في المليون ونص فدان او المحافظات الاخرى، خبر حضرتك ده كان احد الانجازات المهمه جدا 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 اللي اتعملت، اللي تخليني اقدر اروح ارضي على اسفلت البنيه الاساسيه. ثم ياتي هذا المشروع. هذا المشروع هو باختصار هو العمود الفقري للزراعه في مصر في المرحله اللي جايه. مشروع مليون ونص فدان احد الانجازات المهمه اللي كانت رؤيه الدوله فيها ولحضرتك استصلاح مزيد من الاراضي الصحراويه والخروج من الوادي الضيق الى افاق الوادي الاكثر اتساعا، وتعويض الفاقد من ما تم التعدي عليه من 2011 الى وقتنا هذا. والدوله النهارده بتسعى لتجريم البنى على الاراضي الزراعيه لحد السجن. يمكن سيادة الرئيس شدد على هذا الموضوع قريبا وقال ان المصالحات قبل 2017 واللي بعد 2017 هيعرض نفسه للسجن. ليه؟ لان احنا يعني ده بيأثر على الامن الغذائي اللي دلوقتي بقى امن قومي لمصر. ان احنا نتعدى على الاراضي الجيده عندنا في الدلتا ونبنيها ونقلل، تاخد بال حضرتك، المساحات المنتجه عندنا. وكمان لما بيحصل مباني بشكل عشوائي في القرى ده بيضغط على البنيه التحتيه اللي موجوده الحاليه سواء قرى او مدن. فعلا. لان شبكه الصرف الصحي او شبكه الطرق او شبكه الميه او شبكه الكهرباء اللي معموله لمثلا 1000 بيت لا يمكن تكفي 2003. تمام. فنتيجه التعديات اللي ده بيتزود وبيبقى في صراع على الامكانيات المحدوده في ضغط وضغط على البنيه التحتيه. وبالتالي ده بيؤدي لتاكل موارد الدوله اول باول، والشبكه بتحتاج اصلاح، والناس واخد بال حضرتك بتبقى في الوقت ده بتعمل مشكله للدوله وترجع تشتكي. بال حضرتك. ولكن كان مشروع مليون ونص فدان احد اهم المشروعات اللي ضمن مشروعات الامن الغذائي لمصر اللي احنا بنسد بيه الفجوه او بيساعد سد الفجوه الغذائيه. احد المشروعات اللي بتوفر فرص عمل، احد المشروعات اللي كانت رؤيه الدوله فيها انها تنقل الناس او الشباب من الشارع الى العمل وميادين العمل والانتاج. ان تخلي الشاب المصري سواء من شباب الخريجين او صغار المزارعين او الفلاحين او شباب الفلاحين او حتى المستثمرين تربطه بهدف حقيقي في بلده. تمام. وده ليه بعد قومي في الامن القومي، ان انا ازاي اربط الشباب دول بحلم جوه بلدهم قبل ما يفكر يعمل حاجه ويمشي ورا الافكار الهدامه وورا ما يروج ليه الجماعات او ما يروج ليه الجماعات الارهابيه وغيرهم، وان احنا نحارب الارهاب بالتنميه، والشباب اللي عندنا يطلق لنفسه العنان ويخرج طاقته السلبيه الى يحولها لطاقه ايجابيه في مشروع زي مشروع مليون ونص فدان اللي كانت الحقيقه اسعاره بالنسبه لشباب الخريجين اسعار مقارنه بما يحدث الان، والناس النهارده تعرف ان هي النهارده دلوقتي تقدر تشعر إيه قيمه الارض. صح. قيمه الارض اللي خدتها دي النهارده تساوي كام؟ اللي اخدتها على يعتبر 12 سنه 4 سنين سماح، خد بال حضرتك، بيدفع 5% و8 سنين تقسيط. ومحدش كان بيحلم اصلا انه يمتلك اراضي، يعني ب1000 جنيه يقدر يمتلك مشروع. يعني النهارده لما يجي النهارده يدفع مقدمه 5% من 18000 يعني 900 جنيه، ويستلم 900 جنيه زيهم، ادي 1000 جنيه، واربع سنين سماح يعمل فيهم بنيه اساسيه ويزرع ويقسط الباقي على 8 سنين. يعني هو لو جد في مشروعه سواء هو بنفسه بتمويل من نفسه او انه شارك حد على على الارض او اجر الارض، هيقدر يدفع اقساط الارض دي منين؟ من الارض نفسها، من الانتاج، ولان سابه 4 سنين. معايا حضرتك؟ فده في حد ذاته مشروع بيعالج مشاكل كبير جدا كبيره جدا في المجتمع. فمشروع المليون ونص فدان احد المشروعات المهمه جدا اللي لها ابعاد كتيره جدا
اللي منها كمان خلق نسيج مجتمعي جديد يؤمن بمصر الزراعية الصناعية، ويؤمن بأن مصر محتاجة لكل إيد نظيفة وجادة علشان تزرع أرض مصر وتعمر أرض مصر، ونعمل مع بعض جنبا إلى جنب مع الحكومة في ظل نظام بتشرعه الدولة كلنا لازم نشتغل في ظله. وهذا النظام هو بنظام يحافظ على حقوق الأجيال الحالية وحقوق الأجيال القادمة، وده شرعته شركة تنمية الريف المصري الجديد. الحقيقة اللي من أول يوم نزلت فيه احنا شركة أفرولاند ومجموعة شركات أخرى في المغرى، الحقيقة الكلام ده في 2016 كنا أحد واضع اليد اللي موجودين اللي اشتغلنا قبل ما يشتغل تيجي شركة الريف المصري. والحقيقة تعاملوا معانا بكل جدية وبكل رفق. في البداية خد بال حضرتك ان المهندس عطر حنورة رئيس مجلس إدارة الشركة وكل القائمين على الشركة هم في الأول بيختاروا الناس المتعدية على الأراضي، والحقيقة بيختارها مرة واثنين وثلاثة واربعة، وده شفناه كتير شهور. صح تمام، علشان توفق وضعك انك تزرع. انت موضوع الريف المصري يعني تقريبا هو احد اهم الوسائل المهمة اللي قضت على البيروقراطية في اصدار العقود للأراضي او او المستثمرين او المستصلحين. كان الاول ممكن تاخد عقدين من الزمن عشان بالزبط. تطلع مشروع الريف المصري جعل لقضية استصلاح الأراضي جعلها قضية او قضية ذات أولوية متقدمة ولها أهمية كبيرة جدا جدا في المرحلة دي. يمكن ده ما شدد عليه سيادة الرئيس وقال ان من الضروري دعم النشاط الزراعي وقضية اصلاح الأراضي في المرحلة المقبلة. تمام، ولكن هي أي فكرة في بدايتها بتبقى يعني الناس في ناس تحاربها، في ناس تناهضها، في ناس ما بتبقاش مقتنع بيها، لكن اعتقد النهارده كل اللي دخل مشروع المليون ونص فدان وتعامل مع شركة الريف المصري عرف ان دي كانت رؤية دولة. تمام، ورؤية رئيس ورؤية محددة ومعروف مداها ومدروسة جيد يعني جدا، وإن في شركة بتقوم على تنفيذها، ولكن الشركة دي عندها وعي بكل ما يقوم على الأرض. وده يمكن في البداية عرفناه أن الأقمار الصناعية بيتم مراقبة كل أراضي المليون ونص فدان بالأقمار الصناعية، وبتعرف مين اللي زرع ومين اللي عمله ومين اللي بيسقع ومين اللي. فالحقيقة أن المشروع يوم عن يوم وخصوصا للناس اللي انتفعت منه يوم عن يوم بيدرك قيمة هذا المشروع. في بدايته ما كانتش يمكن الناس عندها مدركة أهميته، والحقيقة كان يمكن تقصير من الإعلام، كان في مثلا أصحاب الأفكار الهدامة والإعلام الإرهابي كان بيناهض هذا المشروع. لكن النهاردة الحمد لله رغم كل شيء أثبتت التجربة إن مشروع المليون ومليون ونص فدان، مشروع مليون ونص فدان أحد أهم المشروعات التنموية في الدولة المصرية، وإن الدولة كان عندها رؤية والرئيس كان عنده رؤية في هذا المشروع. ولكن هو كان دائما الرئيس بينشدنا بالصبر، لأن لولا وجود متعديين على الأراضي في الطبيعة يمكن كانت الأمور مشيت بشكل أحسن من كده. لو الأرض كانت مقدماتها غالية عن كده أو أكتر من كده وأسعارها أكتر من كده كانت يمكن مكنت شركة الريف المصري من إنها تسبق توقعات كل المشتركين فيها بتقديم بتوصيل الطريق وعمل الخدمات. لكن إن احنا كلنا شايفين ان الاسعار اللي موجودة اسعار قليلة، وان المقدمات قليلة، وحتى في ناس كتير جدا ما كانتش دفعت الاستلام بتاع الارض. طب حضرتك في نقطة مهمة جدا وهي اتكلمت حضرتك فيها، وهي الوضع اليد في المغرى او في الاماكن اللي فيها دلوقتي تابعة لشركة الريف المصري. طبعا. يعني ايه الحل اللي ممكن نحل بيه هذه الأزمة لوضع اليد، خاصة في ظل أن في مناشدات كتير من شركة الريف المصري بتقنين أوضاعهم، بالإضافة أنهم بدأوا كمان حملات إزالة خلال الأيام الماضية لهذه التعديات بعد عدم استجابة وضع اليد؟ بص حضرتك، في توجه عام في الدولة المصرية
لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة في كل القطاعات، في المحليات وفي المجتمعات العمرانية الجديدة وفي مشروع المليون ونص فدان وفي كل ظهير صحراوي بيثبت أن فيه تعدي على الأراضي وعدم رغبة القائمين عليها بتقنين أوضاعهم. تشكر الدولة المصرية وتشكر شركة الريف المصري بأنها بتخاطب المتعدين على الأراضي الزراعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين أوضاعهم بدر المرة ألف مرة. معايا حضرتك؟ الحقيقة احنا كنا بقولت لحضرتك في البداية أحد المتعدين في المغرى، وطبعا هم وجهوا لنا الإنذار اللي بيتوجه لحضرتك على مدار شهر ولا شهرين ولا أكتر، زي ما شركة الريف بتدي مهلة كبيرة جدا وتصبر على الناس في ده، الحل في الإخطار اللي جاي لك أو في الإنذار اللي جاي لك، إن هو بيقول لك تعالى وفق أوضاعك علشان تاخد عقدك قبل ما تنزل تشتغل في أرضك، يبقى أنت عارف إن دي أرضك مش أملاك دولة وأنت بتشتغل عليها. فلما يجي النهاردة بعد أربع سنين، إحنا من 2016 ل 2020 إحنا بنتكلم في أربع سنين، لما يعلم وضع اليد في المغرى إن أول ما نزلت شركة الريف أول ما نزلت شركة الريف كل الناس تعلم إنها خطبة الناس وضع اليد اللي هم كنا إحنا منهم بتوفيق وتوقنين أوضاعهم، وبالفعل قننت وضعهم وقننوا أوضاعهم، وأن يتعدي جديد على أي أرض تخص الريف المصري يبقى لما بيتعدى ده 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 هو عارف قبل كده ان في ناس تعدت ووفقوا اوضاعهم. احنا اتعمل لنا ازالات كلنا قبل كده اتعمل لنا ازالات، ودايما الازالات بتبقى بالتنسيق مع السيد محافظ مطروح في المغرى والسيد مدير امن مطروح ورئيس مجلس مدينه العالمين دايما، وطبعا شركه الريف المصري والمساحه العسكريه. فطبعا هم قبل كده أزالوا لنا واحنا رحنا وفقنا وضعنا مع شركة الريف المصري واخدنا عقد واشتغلنا. فلما تيجي انت تخالف النهاردة، لما يجي النهاردة شركة الريف المصري تلاقي ان عندها مخالفة على 28440 فدان او 44 فدان تقريبا 28000 فدان، مساحة كبيرة جدا مساحة كبيرة ضخمة كبيرة تلاقي ان في مباني وابار معموله على حوالي 1600 متر وابار كمان كمان ده احنا عندنا المفروض يكون في كل بير بحساب وكل نقطه ميه بحساب بالذات في العالم. النهارده شركه الريف المصري عندها مقر دائم داخل مشروع المليون ونص فدان في المغرى وكذلك في منطقه الغرب غرب المنيا. شغل الناس دي انها بتراقب اللي بيتم في المشروعات وجديه الناس اللي اشتغلت وبتراقب الناس اللي كمان اللي بتوضع يدها على مساحات تانية. فهم لما يخطبوك بان انت تيجي تاخد عقد هم بيقولكش اطلع انت رايح تقعد على وضعك على المساحه اللي انت وضعك تعالى شوف الارض دي طالما داخل من داخل احداثيات الريف المصري تعالى تعاقد معانا، يا اما نستبدلك باخر. الشركه من حقها انها تطرح ارضها وخصوصا ان في طلب كبير جدا وخصوصا الايام دي على مشروع المليون ونص فدان. ويحسب للدوله ويحسب للسيد الرئيس ان الاسعار ما زالت كما هي ما زادتش. يعني ما زال في فرصه ان كل رغم ان في خدمات اتقدمت. يعني كلنا يعلم ان خلال 18 شهر من النهارده ان الكهرباء هتدخل المغرى هتدخل غرب غرب المنيا. عظيم. وكلنا يعلم ان الطريق في وطريق البترول او مدق الغاز في غرب غرب المنيا بيرصف الان بقاله اكتر من 6 شهور او اكتر في المغرى بيرصف في المغرى، بالاضافه لان في منطقة الخدمات طرحت ودي بتوفر فرص عمل كتيرة جدا. تمام؟ ان منطقة الخدمات طرحت في منطقة المغرى وطرحت في منطقة غرب غرب المنيا. النهارده تقدر تقول ان انت عندك مشروع شبه متكامل. لما يبقى النهارده عندي ايه اللي يشجع الناس؟ طريق للوصول. كهرباء. كهرباء. مية. مية. خدمات موجودة. لوجستية تانية. خدمات تانية، خدمات لوجستية زي منطقة الخدمات اللي موجودة انك تقدر تعمل هناك في مقر لشركة الريف المصري تقدر تتعامل معاه، في بدل ما تروح مدينة نصر لو المشوار بعيد عليك انت كراجل مزارع في الارض تقدر تروح تاخد بالحضور، ودي بتسهل الاجراءات كتير جدا والاجراءات والورقيات. تقدر كمان تاخد في المنطقة لمنطقة الخدمات تقدر تعمل
ورشه، تقدر تعمل مقر اداري لشركتك، مقر اداري للخدمات الزراعيه، تقدر تعمل محل مبيدات، تقدر تعمل محل مستلزمات زراعيه، واخد بال حضرتك؟ فهنا هم ماشيين طبقا، واخد بال حضرتك، لايديولوجيه الانسان في كل العصور. ايه اللي دائما وابدا بالحضرتك، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بتتعمل هي اماكن وجود الميه، على الميه سواء ابار او ميه بحاري بتنشا المجتمعات الزراعيه. يبقى المجتمعات الزراعيه بتنشا على اماكن وجود الميه. الحقيقه شركه الريف المصري وفرت من البدايه حاجتين، حفرت الابار بالتنسيق مع وزاره الموارد المائيه، ودت اراضي بابار واراضي بدون ابار، يبقى جابت لي الايه؟ الميه. رقم واحد. وطرحت طرحها باسعار مناسبه بتسهيلات لم يسبقها تسهيلات على مدار تاريخ فعلا استصلاح الاراضي. هو اللي لم يمتلك ارض خلال هذه الفتره مش هيمتلك، لن يمتلك. تاخد بال حضرتك، لان هي فرصه حقيقيه. احنا قلنا قبل كده في برنامج ان من سيزرع المليون هو من سيربح المليون، مش كلام. انت حضرتك النهارده لو انتوا 10 او 23 واحد دخلتوا اخدتوا ارض من شركه الريف المصري في 230 فدان مثلا كمساحه للشركه الصغيره دي، شوف انت النهارده حضرتك لو زرعت واشتغلت، لو كل فدان معايا سعادتك يعني هامش الربح بتاعه في بعد السنه الرابعه 5000 جنيه في 230 فدان، انت بتتكلم في اكتر مليون وحاجه، صح؟ مليون و300، مليون و600، ومليون و300، صح؟ يبقى من سيزرع المليون هو من سيربح المليون. طب في سؤال مهم جدا الناس بتساله للبرنامج، لو هو حابب يحصل على قطعه ارض في من الريف المصري، ايه الخطوات اللي ممكن يعملها علشان يوصل وياخد هذه القطعه؟ هو الكلام ده يعني احنا يعني الكلام ده سبق ان المسؤولين عن شركه الريف المصري والمهندس عبد الرحمن معذرهم ببساطه من حضرتك. الموضوع في منتهى البساطه، النهارده الشركه بتطرح اراضي بابار واراضي بدون ابار، سواء في غرب المنيا او في المغرى، والمغرى يعني تقريبا القطع اللي فيها بسيطه جدا يعني، تمام؟ وكذلك في الفرافره، فيه ان حضرتك بتروح بتكون 10 افراد من 10 ل 23 فرد، بتعملوا شركه مع بعض، وبتروح شركه الريف المصري، انت الشركه دي حضرتك بتحط فيها 25% من ثمن الارض في حسابك في البنك، يعني مثلا لو ناخد الفدان مثلا في المغرى ب 21000 معايا حضرتك، ال 25% بتوع ال 5000 مثلا حوالي 5000 جنيه، يعني لو احنا كل 23 واحد كل واحد تقريبا 10 فدان بس بيبقوا على المشاع، يعني 10 يعني 50000 جنيه، بتروح نحطوا ال 25% في البنك باسم الشركه اللي تم تاسيسها، شركه مساهمه، صح؟ شركه مساهمه، تمام؟ وبتبقوا شركة فيها انتوا ال 23 واحد، وبتروح ممكن تبقى شركه عيله من 10 ل 23 عادي، 10 11 معاك ل 23 واحد، انت واخد بال حضرتك؟ انتوا بتروحوا تاسسوا ده، بتاخدوا الايصال من البنك اللي بيقول ان انت دافع 25%، وبتتوجه لشركه الريف المصري، بتختار قطعتك، اخبار حضرتك، بتحجز، بتدفع 5% تعاقد، وبتدفع الاستلام سواء 10% او 5% على حسب بابار او بدون ابار، وقت ما تستلم، وبيتعمل لك العقد بعد دفع ال 5% باسم الشركه، وبتنزل سواء ان انت واخد ارض بابار او بدون ابار، بتنزل تشتغل في ارضك، معاك مهله 4 سنوات للسداد، مهله ذو سماح يكفوك ان انت لو جد تقدر تنزل تشغل بيرك وتبدا تزرع، لو انت زارع زيتون او جوجوبا او رمان او تين او واتيفر، او حتى محاصيل عقليه ومشاريع انتاج حيواني او دجيني او واتيفر، كفايه قوي عندك 4 سنين لحد ما تنتج. بعد كده بيبدا القسط بتاع حضرتك بتتقسط على 8 سنين بدفعات تقريبا نص بعد سنة. 4 سنين بعد 4 سنين يعني 12 سنه يعني معاك 12 سنه فانت عندك مهله سابقه 4 سنين سماح ما بتدفعش فيهم، بتشتغل في مشروعك.
الشركه دي ممكن تكون مكونه من عيله او من ممكن عيله او مجموعه اصدقاء يعني ممكن تبقى عيله او مجموعه عيله او مجموعه اصدقاء او مجموعه موظفين في شركه مع بعض ياسسوا. ايه النهارده المشروع اللي تقدر تبداه في حياتك ب 50,000 جنيه؟ مفيش. واخد بال حضرتك؟ يبدا بعد كده ممكن انت تبدا في مجموعه من الحلول الغير تقليديه. او ان انا راجل النهارده اخدت ارض عشان ازرعها كمجموعه خدنا 230 فدان. طب احنا مش قادرين نزرعها. ايه المانع ان حضرتك تجيب ناس تشاركك على المشروع؟ انت بالارض هم بالمشروع. وتزرع. واخد بال حضرتك؟ تمام؟ ايه المانع انك انت النهارده الدوله النهارده من خلال البنوك طبقا لمبادره السيد الرئيس المشروعات الصغيره المتوسطه النهارده تاخد تمولك ب 5% وتقدر تعمل بيرك والطاقه الشمسيه بتاعتك وتعمل شبكاتك وتزرع بضمان المشروع. معايا حضرتك؟ ففي حلول كتير جدا جدا تخلي الناس اللي عايز زي ما سعادتك تشتغل. اللي عايز يشتغل. لكن نرجع تاني لموضوع حملات الازاله. حملات الازاله هتستمر واعتقد زي ما تصرح الريف المصري و مستمره لاي حد تسول نفسه ليه ان هو يتعدى على املاك الدوله متمثله مثلا في مشروع 1.5 مليون فدان. وكمان الازاله الحقيقه فيها رحمه. تاخد بال حضرتك؟ وفيها احترام لعود الزرع. وفيها احترام للناس اللي وضعت يدها وزرعت. ما بيشيلوش اي عود زراعه اخضر اتزرع. يعني ما بيضر ما فيش الإزالة. ما فيش اضرار بالزراعات. طب معايا حضرتك؟ كلها مباني بس او الحاجات مباني بالظبط. تمام؟ وبيقول لك تعالى وفق اوضاعك. ما انا قطر يعني اخترتك بانذار مره واثنين وثلاثه علشان تيجي توفق اوضاعك معايا. يعني انت لو ما عمل يعني انت معنى ان انت تصر على موقفك يبقى انت كده بتقول الدوله انا مش جاي انا مش في تعنت منك. لكن هم قالوا لك مره واثنين وثلاثه. المفروض تروح توفق اوضاعك وده كويس ليك. ما انت كده كده في الاخر لازم هتقنن وضعك لارضك. فليه لا ان انت النهارده تروح وتقنن وضعك وتاخد عقد؟ انا بقول لحضرتك ان مشروع 1.5 مليون فدان من المشروعات اللي او شركه الريف المصري من الشركات اللي هي يعني ساهمت في يعني القضاء على البيروقراطيه والتعامل والروتين في اصدار العقود. وخلاتك انت الاول كنت بتروح تزرع في ارض وتتحايل على الموظفين او المؤسسات الحكوميه عشان خاطر تاخد عقد. خلصتك هي الشباك الواحد. صح. خد بال حضرتك منظومه الشباك الواحد. بتروح الشركه عندها كل موافقاتها من الجهات المعنيه بالارض بتديك عقد منها وبتديك تسهيلات لم تسبق لها او لم يسبق لها مثيل. فكمان الشركه النهارده بتقدم خدمات سواء في مقراتها اللي موجوده في المواقع في المناطق الخدمات اللي بتعملها محطات ميه تحليه محطات تحليه مياه الشرب اللي موجوده اللي تساعد على الناس على انها تشتغل. وده شفنا نموذج الحقيقه في غرب المانيا. الحمد لله كنا من يعني كنا كان لنا الشرف ان شركتنا تكون منفذه لاحد محطات تحليه ميه الشرب. احنا ان شاء الله باذن الله اخذنا في منطقه المغرى الحمد لله كوضعين يد الاول وقننا اوضاعنا بعد ما تعرضنا لازاله زي كده. ولكن في الاول احنا لما تعرضنا لزي كان لسه مشروع الريف المصري جاي واحنا كنا بدانا قبل شويه. مفيش معلومات كتير عنه محدش. ولكن ومع ذلك الناس راحت شركات كتير جدا موجوده هناك والحمد لله الناس عملت عقودها مع شركة الريف. في المنيا دخلنا كمستثمرين في غرب المنيا والحمد لله حصلنا على مساحة في حدود 1,060 فدان واخدنا 20 فدان بحق الانتفاع. عملنا عليهم محطة تحلية مية الشرب كشركة. وان شاء الله بنستهدف في مشروع غرب المنيا ان شاء الله زراعة يعني ان شاء الله زراعة 230 فدان نخيل مجدول ان شاء الله. نظرا لان جو محافظه المنيا جو جاف والمجدول بيستوي هناك على ارضه على شجر. بالفعل يعني احنا شفنا في صوره فيديوهات انكم انتم بداتوا بالفعل. الحمد لله بدانا في 20 فدان اللي هم هينفعوا زرعناهم مجدول.
وبرحي. الحقيقه البرحي هو المجدول هو اللي اثبت يعني كفاءه هناك. كمان المياه هناك تناسب زراعه المجدول، وبقيه المساحه باذن الله بنزرعها تين وزيتون بهدف التصنيع وعمل مصنع زيت الزيتون ومصنع تخليل ان شاء الله باذن الله. ده مشروع ان شاء الله في غرب المنيا. دوركم كقطاع خاص او كشركه قطاع خاص، ودور القطاع الخاص في مشروع من نصف الفتان؟ دور القطاع الخاص الحقيقه في مشروع المليون ونص فدان ان هو يسبق الشباب ويكون اكثر جديه، وده احنا بنقوله لنفسنا وبنقوله لغيرنا ان احنا نسبق ونشتغل ونحاول ننجح المشروع ونكون قدوه للشباب الخريجين والصغار المزارعين. دورنا من باب المشاركه المجتمعيه ان احنا نوفر كل المعلومات للخريج او صغار المزارعين او شباب المتفعين اللي محتاجين يعرفوا، واخد بال حضرتك. دورنا كمان ان احنا يعني من باب المشاركه المجتمعيه يعني نكون احنا الـ 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 زي ما بيقولوا الاعلام البديل، لان احنا نظهر اهميه مشروع المليون ونص فدان اكتر واكتر لكل المحيطين بينا وكل اللي بنتعاملوا معاهم، لانه الحقيقه هو مشروع ضخم مهم ليه ابعاد كثيره جدا جدا جدا. سيادة الرئيس لما اوكل هذه المهمه لشركه زي شركه تنميه الريف المصري الجديد الحقيقه كانت مهمه في غايه الخطوره ربنا وغايه الاهميه ربنا يعينهم عليها. الحقيقه الى الان الناس بتساعد كل الناس، مستثمرين، شباب خريجين، صغار مزارعين. الناس عايزه توصل لشكل امثل للمشروع، عايزه يطلع بشكل محترم. بتحاول انها تزيل كل المخالفات وكل المعوقات كمان اللي تعطل المشروع. النهارده سعادتك لما تشوف ان المشروع ده هيعمل ايه، يعني طبعا كلنا نعلم ان العبره ليست بنقص البدايات، ولكن العبره دائما هي بكمال النهايات. لو كان فيه المشروع بدا خطوه خطوه، انا كمان لازم كمزارع او كمستثمر او كشاب يكون عندي نظره إن للمستقبل، ان ده لما يكتمل، وخصوصا ان في اقبال كبير جدا على المشروع، ان هذا المشروع عندما يكتمل او تكتمل صوره هذا المشروع، احنا هنحصل على مجتمع زراعي عمراني صناعي جديد يجمع ما بين ابن الريف الوافد وابن الحضر وابن الباديه المقيم. فده بيكونني مجتمع جديد منتج. مصر عصبها الزراعة، عصب الاقتصاد الزراعي أو الاستثمار الزراعي في مصر هو مشروع المليون ونص فدان. مشروع المليون ونص فدان، شوف سعادتك، هيوفر كم فرصة عمل للمنتفعين منه اللي هم الناس اللي حصلوا على أراضي فيه. فعلا بص حضرتك احنا نروح غرب المنيا ونشوف دلوقتي عامله ايه والمغرى عامله ايه، يعني ده اقل مثال ممكن نتكلم فيه. النهارده كل اللي ما راحش شاف، انا يعني بدعو شركه الريف المصري وبدعو ان شاء الله باذن الله بعد كورونا كل المدارس سواء المدارس الاجنبيه او المدارس الخاصه او المدارس الحكوميه ان هم يعملوا رحله اسمها رحله المليون ونص فدان. واخد بال حضرتك؟ مهم جدا ان الاجيال الجديده دي تشوف العالم الجديد، النهضه والانجاز اللي بيحصل ده. ليه؟ لان ده هو مشروع مليون ونص فدان، هو مشروع تحارب به الدوله الارهاب بالتنميه. يعني حضرتك تنميه الصحراء الغربيه دي حاجه مهمه جدا جدا، وزي ما قلنا لها بعد، احنا الصحراء دي طول ما هي صحراء يجي منها الشر طبعا، طول ما فيش تعمير صح. لكن لما تتعمر الصحراء دي ده امن قوم، يجي منها كل خير، يجي منها الزراعه ويجي منها الانتاج الحيواني، خاصه ان احنا دلوقتي بنشوف تهديدات كتير بالذات في بوابه الغربيه في مصر. كمان في حاجه مهمه جدا، معظم الزراعات اللي بتجود في
مشروعات المليون ونص فدان خصوصا في منطقه المغرى وغرب غرب المنيا هي الجوجوبا والزيتون والتمور والتمور. خد بال بقى حضرتك ان الدوله بقى مش بس كمان بتعمل طرق وخدمات كهرباء وميه وشبكات محمول وتليفونات، خد بال حضرتك، وكمان بتدي باسعار مناسبه وبتسهيلات فوق المناسبه، واخد بال حضرتك، هي كمان بتصنع سوق لمنتجات المزارعين من دلوقتي. ازاي؟ الدوله النهارده بدات قبل الناس. لما يبقى عندي النهارده مبادره لان مصر تكون اولى الدول المنتجه والمصدره للزيتون في العالم، وان الزيتون المصري مش بس الزيتون، انا بقول اهو ان الزيتون المصري يكون عليه طلب عالمي، وان الزيتون اللي احنا كنا من زمان بنقول ارض مزروعه زيتون ده ارض مالحه ملناش علاقه بيها، خد بال حضرتك، تمام. لكن لما يجي اي حد النهارده يدرس الفرصه والفرصه البديله، لو انا النهارده باخد ارض عشان ازرعها مثلا، يعني بقول ان المانجا والعنب والموز والفراوله احنا معانا دقيقه واحده بس، الزراعات دي النهارده فدانها بيساوي كام؟ النهارده ب 600,000 ولا حاجه. عشان طب انا الفدان ب 600,000، ايجار الفدان عشان ازرعه موز حوالي 15,000 جنيه في السنه. صح، خد بال حضرتك، ال 15,000 جنيه دول انا بمتلك ارض بيهم وبعمل البير وبزرع بيهم في المليون ونص فدان، خد بالك. طب مكسب بقى، انا بصرف على فدان الموز ده كام؟ بصرف على حوالي 150,000 جنيه عشان يجيب لي مثلا 200,000، صرفت 150 جابوا لي مثلا 200,000، يعني الفرق حوالي 50,000 جنيه يكسب. طب ما انا لو 150 دول يعملوا لي كام؟ يزرعوا لي 10 فدان زيتون يجيبوا لي كام؟ لو الفدان جاب 5,000 ف 10 ب 50,000، هي والارض ملكي. واسهل في التكاليف وفي الانتاج وفي كل حاجه. والنهارده النخيل المجدول والبارح، النهارده مصر كلها ستكون اولى الدول المصدره للتمور في العالم. فاحنا النهارده في دعم كبير جدا من الدوله ودعم كبير جدا من شركة تنمية الريف المصري لكل الشباب الخريجين وكل المنتفعين بمشروع المليون ونص فدان. ومشروع المليون ونص فدان فرصة حقيقية لابد ان الناس كلها تستثمرها، واللي ملحقش ياخد لسه ارض في المليون ونص فدان لسه قدامه فرصة ان هو ياخد ارض تاني بنفس الاسعار. الدولة ما غلطتش حاجة، ما فيش تاني خلاص، وضعت الفرصة ما فيش زي ما بيقولوا. في مجتمع زراعي عمراني جديد، قطر التنمية وصل كل اطراف مصر، اللي مش هيلحق ياخد فرصه فيه هيندم. ودايما نسال اللي قبلنا، كل الناس اللي خدت اراضي في المناطق الجديده من 20 سنه ومن 30 سنه، النهارده كل اللي ما خدش ندم ان ما خدش، صح، واللي اخد هو اللي فاز. فدائما وابدا الزراعه بتحتاج لمغامره ولكنها محسوبه. الاول كانت الناس بتغامر ومش عارفه انها تاخد عقد ملكيه ولا لا. النهارده الناس بتاخد العقد قبل ما تنزل ارضها، قبل ما يحط رجله في الارض بياخد عقد، وبيعرف ان هو هيزرع في ملكه، ويزرع في غير ملكك. لكل بقى المتعدين، يا مربي في غير ولدك، لا انت من الاول بتاخد عقدك من الريف المصري وبتنزل تشتغل في ارضك، عارف ان العود اللي انت بتحطه ده بتاعك انت في ارضك انت. انا بشكر حضرتك جدا استاذ عادل زيدان، شكرا جزيلا لحضرتك. انا اللي بشكر استاذ عادل زيدان، رئيس مجلس اداره شركه أفرولاند اداره المشروعات، ورئيس جمعيه مزارعي المليون ونصف مليون فدان، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا، القطاع الزراعي هو العمود الفقري للاقتصاد المصري كما قال الاستاذ عادل زيدان. ان شاء الله نتمنى خلال الفتره الجايه اللي ما لحقش ياخد في الريف المصري ياخد، ويبادر بالاستفادة من التسهيلات الكتير اللي وفرتها الدولة في امتلاك الأراضي. شكرا جزيلا لكم، انتظرونا الخميس المقبل التاسعة مساء، ومعكم شعبان بلال. شكرا.